ساتور ساتور ساتور. Je peux garder les lunettes, vous savez les chers. Oui. Ça vous dérange pas? Oui. Aslima. Yisalmak. Labais. Alhamdoulilah. احكينا ساعة على السياحة هوني في الحمامات. بالنسبة للسناء تعب ياسر، السياحة ضعيفة ياسر السناء. لكن يقولوا برشا معناها في الدولة يقولوا انه فما انتعاشة في السياح. بوتيتر تو كي نتلفتوا لو سول بلون زيو بلو العبد لله. الناس كل بالحق وين السياح؟ شكون اللي هوني اللي عينيه ازرق؟ العبد لله. كهو. كهو سيتو. ما فماش دي توريست اخرى. لا ما فماش. انت توريست الوحيد في بلدك. بونس كو اني التوريست الوحيد توا الوقت الحاضر لهنا. انا شفتك هوني يعني اللي جلب انتباهي انك انت هوني اللي تابع لي باراشوت. اي نعم. يجيوك برشا عباد هوني. والله توا قاعدين احنا نحاولوا باش نخدموا مع لي لوكو معناتها التوانسه ونساعدوا فيهم شويه في السوم. وفما شويه فما شويه الحمد لله فما شويه. انا باش ناخذ فكره قداش هوني كي واحد باش يطلع لي. والله هو توا نورمالمون احنا كان نخدموا فيو كو ما عادش عندنا لي زاغريمون فيسكو وليسونس غلا وليسونس كل شيء غلا والدنيا الكل غلات بالنسبه لنا احنا كي نحسبوها لوجيكمون دورا باراشوت تكلف 70 دينار للتوريست للتونسي برشا. دونك هنا نحاولوا احنا قداش توكي نجي كي نقول لك باش نعمل دورة الفوق ما بين 50 دينار تقريبا موين. قداش تبقى من الدوري نتاعها؟ بين 4 و 5 دقائق. 5 مينوت ب 50 دينار. اي هذيك الدورة تقريبا هذا بالنسبة لو باراشوت. وبالنسبة للجيت سكي بالوقت الجيت سكي الدورة نتاعها 15 دقيقة. قداش؟ بلو ميم بخي نحسبوها ب 50 دينار. 50 دينار. شوف السيدة أسعارك تصمم في المتناول. سافا. 5 مينوت 50 دينار دقيقة ب 10000. هذه بالنسبة للباراشوت. هيك هي الوقت بالفلوس دقيقة بالفلوس. بالفلوس وحنا نبيعوا في الوقت. أما هاك الجيت سكي كمان ب 50 دينار 60 دينار ل 15 دقيقة معقول. احنا ماذا بينا راهو كان جاو يرجعوا لنا لاغريمون فيسكال الواد فينونس الجديدة اللي عملوها ونحاو لنا لي زافونتاج فيسكو راهو الجيت سكي ولات 72 مليون حق كهرباء. الا كنا ناخذوا فيها ب 30 ب 27 معقولة. توا ان جيت سكي 72 مليون تخدم به عامين لامورتيسمون نتاعو بالله كيفاش نوصلوا باش نكونوا عندنا كي تشوف انت توا دور لي باز نوتيك اربع سنين ما حتى حد ما شرى ماتريال جديد قاعدين نخدموا افيك دو ماتريال انسيان. توا حتى ان شاء الله العام الجاي يجيونا السواح وترجع لي توريست راهو كي يجيك ان توريست ويغزر الماتريال اللي عندنا يقول لك فو ترافاي افيك دي تاكو دي تاكسي كاريتا شاغيت يقول لك بارابور للنوفو موديل اللي طالعين مالوغوزمون لخاطر احنا توا فيو لا كونجونكتور ايكونوميك وتوريستيك اللي قاعده تصير بلوس سوم اللي نشريو به امبوسيبل باش نجمو نشد دو ماتيريال سي با بوسيبل. قاعدين نخدموا بماتيريال قديم اربع سنين خمسه سنين سته سنين. فوالا وماذا بينا دايوغ سي ان ميساج بربي 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 رانا Je sais que les taxes, vous taxez, taqrib, les taxes, la mahtoutine pour les privés, pour le khatr, c'est considéré comme un produit de luxe, que ce soit flouk ou que ce soit jet ski. Et donc, ben, c'est le privé. On est des professionnels. On travaille, on travaille sur les places internes, on a un amortissement, on a un au moins qu'on puisse acheter du matériel, au niveau, au niveau.